بصوا بقى يا جماعه، المثل بيقول اللي ملوش كبير بيشتري له كبير. وانا الحمد لله بعد وفاه ابويا الله يرحمه ربنا كرمني باتنين بعتبرهم كل عيلتي بجد، الكابتن اللي يعتبر زي ابويا بالظبط، والكوتش اخويا الكبير طبعا. فانا يا عمي ما ينفعش اجي اتقدم لبنت حضرتك من غير ما اجيب عيلتي التانيه معايا. والله يا ابني انا ليا الشرف الكبير ان نجوم الملاعب ونجوم مصر يكونوا مشرفين في بيتي، ده يوم السعد ويوم الهنا. يزيد فضلك يا حاج. الله يكرم اصلك يا حاج. أنا أول ما فارس قال لي أجي أطلب له إيد بنتك فأنا قلت له يلا بينا، أنا بحب الاستقرار والاستقرار ده بيفيد كتير في نفسية اللعيب جوه الملعب، وبيقولوا إن اللعيب بيبدأ عطاؤه في سن الـ30 عشان بيكون بيتجوز خلاص، يعني اللعيب اللي بيتجوز بدري عطاؤه بيبتدي بدري. الله الله عليك وعلى دماغك العالية يا أبو الكباتن، مدرسة طول عمرك مدرسة يا أبو الكباتن. فارس ده من اللعيبة اللي هيشيلوا المنتخب على كتافهم في المستقبل، ملتزم في الملعب وملتزم بره الملعب، وهو طالب القرب منك بقى، إيه رأيك؟ والله بعد الكلام الحلو اللي انت بتقوله ده يا ابو الكباتن ما اقدرش اقول غير حاجه واحده بس، هو ابنك وهي بنتك وانت بقى عيش بقى. يا سلام، هو انا ديك الساعه ديك الساعه لما احط ايدي في ايدك يا ابو الكباتن ليوم المنى؟ طبعا موافق طبعا. طب مش ناخد راي العروسه الاول يا حاج؟ هو انا ليا راي بعد راي ابويا؟ يا كابتن، ده الكابتن يؤمر يؤمر وانا خليه ياخدها وهو ماشي دلوقتي، يعني هو بس يقشر يقشر. الله يكرم اصلك. بس انا الحقيقه ليا طلب بسيط قوي. طلب ايه يا عمي؟ يؤمر لو عايز شبكه مهر انا تحت امرك في اي حاجه. لا شبكه ايه ومهر ايه، انا نفسي في حاجه واحده بس، حلم بحلم بيه طول عمري، نخش كاس العالم. نخش كاس العالم يا ابو الكباتن، حرام والله، ده احنا بقالنا 8 سنين ما عتبناهوش. يعني تقصد ان المهر هو وعد مني ان مصر تخش كاس العالم؟ والله والله لو وعدتني بكده انا لا عايز لا مهر ولا شبكه ولا عفش ولا اي حاجه ابدا، ده انا اديها له وفيها كمان بوتاجاز هديه من عندي، ايه رايك؟ ايه رايك؟ ما تقلقش خالص يا حاج، من الناحيه دي انا احب اطمنك ان شاء الله مصر في كاس العالم اللي جاي. هقول يا رب، انتوا بس ادوني المهر والشبكه ولما تروحوا بقى كاس العالم ابقوا تعالوا خدوهم تاني. هو بس الحقيقه ابو الكباتن لا مؤاخذه يعني انا بتدخل في شؤون الكوره، ما انا برضه بفهم في الكوره، يعني الحقيقه انا شايف ان المنتخب على طول يا اهلي وزمالك اهلي وزمالك، مع ان والله والله ومليك عليا حلفان يا ابو الكباتن في لعيبه زي الفل في النوادي التانيه. ايه الكلام ده يا حاج؟ انت ما عندك عبد الستار صبري مش في القطبين لكن ورقه رابحه في المنتخب. الكابتن يقصد يا حاج إن دايماً اللعيبة الصغيرة لما بينجحوا في أنديتهم الصغيرة دايماً بيفكروا في حاجتين، يا إما يجروا ويمضوا ورا الأهلي يا إما يجروا ويمضوا في الزمالك، وعشان كده دايماً القطبين بتوع الكرة المصرية فيهم أحسن اللعيبة في مصر. إيه يا جماعة؟ إيه يا جماعة؟ هو إحنا هنقضيها كرة ولا إيه؟ مش نقرا الفاتحة بقى؟ اللي تشوفيه يا حاجة. يعني عندك مثلاً الواد تامر بيجاتو بتاع المنصورة، ها؟ عارفه طبعاً، أهو ده لا أهلي ولا زمالك ولا منتخب يا عيني. وده بقى الفرق بين العين اللي بتشوف في التلفزيون والعين اللي بتشوف جوه الملعب. ازاي يعني؟ بقول لكم ايه يا جماعه؟ ما تيلا بقى تشربوا الشربات، ولا ايه رايكم؟ نقرا الفاتحه الاول وبعدين نشربوا. طب ما نقرا بقى الفاتحه وننجز. انا بقول كده برضو. يعني انت عايز تقول ان تامر بيجاتو ما ينفعش يلعب في المنتخب يمثل احسن له؟ في لعيبه محليين نجوم في مصر لكن لو راحوا دولي ركابهم بتخبط في بعض، ناقصهم الاحتكاك. الكوتش يقصد يا حاج ان دايما لعيبه الاهلي والزمالك بيبقوا في الفورمه عشان بيخلصوا البطولات المحليه ويطلعوا على البطولات الافريقيه. في دي عندك حق فعلا، اهم شيء الاحتكاك. طب ايه يا جماعه بقى، مش هنقرا الفاتحه ولا ايه؟ معلش يا ابني انت عارف انا اول مره اشوف الكباتن، يعني ده يوم السعد ان هم عندي في البيت. ان شاء الله هتشوفهم كتير يابا. هتشوفهم كتير. يا سيدي عايز اجيلك كل يوم قول لي وانا اجيلك. يلا نقرا فاتحه. الحمد لله.